يعطيكم ألف عافية. وصفة اليوم رح نحضر خبز محشي باللحمة وبالخضرة، كتير طيب ولذيذ. لتحضير العجينة أول شي بدنا كوب من اللبن من الحليب الدافئ، منضيف له 3 ملاعق كبار من السكر العادي وظرف من الخميرة الجافة أو ملعقة كبيرة، 10 غرامات يعني. منحركهم شوي، وهلأ رح أضيف كوب من اللبن الزبادي أو من اللبن الرائب، كمان يكون بدرجة حرارة المطبخ أو يكون دافئ شوي. إذا ما بدكم تستهلكوا كل كمية الطحين اللي استخدمتها أنا 5 أكواب معيارية، بتخفضوا فقط كمية اللبن الزبادي، بتستخدموا نصف كوب. ضفت هلأ بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومنخلط شوي بالملعقة أو بالمضرب اليدوي، ومنضيف كمية الطحين. هلأ ضفت 2 كوب معياريين من الطحين متعدد الاستعمالات بمخلون، وبرجع كمان بضيف 2 كوب معياريين. الكوب الخامس بضيفه بالتدريج. هلأ منحرك شوي بالسباتولا قبل ما نضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. منحرك هون، أكيد رح نحتاج لكمية إضافية من الطحين لأنه كمية السوائل أكتر ولسه العجينة رخوة. الكوب الخامس رح أضيفه بالتدريج. هلأ بضيف أول 1/2 كوب من الطحين وبحرك شوي. دائماً الكوب الأخير منضيفه بالتدريج لأنه الطحين بيختلف من نوع لتاني، بيختلف الطحين أحياناً حسب كمية استيعابه للسوائل، ممكن يختلف ما كتير يعني 2 ملاعق 3 أو 1/2 كوب ما أكتر. هلأ 1/2 الكوب الثاني. إذن هلأ صرت مستخدمة 5 أكواب معيارية من الطحين متعدد الاستعمالات. هون بدخل 1/4 كوب من الزيت النباتي، فيكم تستخدموا 2 ملاعق من الزبدة بدل الزيت النباتي، بتطلع أكيد أطيب، بس يكون بدرجة حرارة المطبخ. نعجن لحتى تتشكل معنا يعني العجينة شي 5 دقائق، ومنتركهم منغطيهم ومندفيهم، منتركهم شي ساعة لحتى يتضاعف حجم العجينة. هون لحمة غنم، فيكن تستخدموا 1/2 كيلو أو وإيدين، مندقهم بهالشكل هاد مشان يصيروا رقاق ويستووا بسرعة أكتر، وبعملهم هيك على شكل بقطعهم على شكل رقائق صغيرة مشان يكونوا مثل لحم الشاورما. منضيف لهم 3 ملاعق من اللبن الزبادي، هون عندي بصلة برشتها منشان طلع العصير تبعها، بصفيها منستخرج العصير تبع البصل بيعطي طعمة كتير طيبة، ومنضيفه للحمة. منضيف للحمة هلأ 2 ملاعق بالإضافة لعصير البصل، 2 ملاعق من الملح صغار، 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، و1 ملعقة صغيرة من الفليفلة الحمراء المطحونة والفلفل الأسود، ومنضيف 1 ملعقة صغيرة إما بهارات مشكلة أو من بهار الشاورما، وضفت 1 ملعقة من دبس البندورة، صلصة البندورة يعني. منحركهم منتركهم 1/2 ساعة أو ساعة هيك على جنب منشان هيك تصير طرية اللحمة. بمقلاي على النار منضيف شي 3 أو 4 ملاعق من الزيت النباتي وملعقة صغيرة من الزبدة. لما يحمى الزيت منضيف اللحمة اللي كنا ناقعينها، منضيف بصلة مقطعة بشكل شرائح، وكمان ثوم مقطع مفروم شي 1 ملعقة صغيرة. هلأ فليفلي ألوان، 2 فليفلي حمر و2 فليفلي خضر يعني مقطعين شرائح، وكمان ضفت 1 حبة بندورة كبيرة أو 2 صغار أو وسط كمان شرائح. منتركهم هيك لحتى تستوي اللحمة مع الفليفلي، ومنتركهم يبردوا، لازم نستخدمهم باردين، ما بيصير نحطهم بقلب العجينة ويكونوا سخنين. هون بعد ساعة طبعا العجينة اختمرت وتضاعف حجمها، منحطها على طاولة العمل بعد ما منرش شوي من الطحين، وبدنا نقطعها لكرات صغيرة بحجم تكون كل يكونوا كلهم متساويات بالحجم. هون كمية العجين عطتني 11 قطعة من العجين. هون الكرات العجين تقريبا كل واحدة بحجم حبة أو خبزة الهمبرجر اللي منشوفها بالسوق تماما، حتى أكبر بشوي صغيرة. منحطهم منصفهم بقلب صينية منرش بأسفل ومطحين. وهلأ كل قطعة من العجين منفردها على طاولة العمل
بحجم تقريبا قطره شي 10 سم مو اكثر. بنحط بقلبها شي ملعقتين من الحشوه مثل ما قلت لكم لازم تكون بارده، ومنضبها هيك مثل السره، يعني منطبقها هيك مثل السره ومنختمها كتير منيح، ومنقلبها على الوجه الثاني ومنصفها بقلب الصينيه. الصينيه حطيت بقلبها مثل ما شفتوا ورق زبده، شايفين بفردها هيك شوي صغيره ما كتير، وبعدين بحط بقلبها الحشوه وشايفين كيف بسكرها وبختمها، بعدين بقلبها على الوجه الثاني وهيك شوي صغيره هيك بحاول اني بلطها شوي صغيره باصابعي، شايفين كيف بفردها شوي ما كتير، بحط بقلبها الحشوه وبعدين بسكرها. سهل كتير تشكيلهم، سريع جدا جدا. بعدين بختمها بقلبها على الوجه الثاني وبضغطها شوي صغيره باليد. بنشغل الفرن على درجه حراره 200، شغلته من الاسفل واخر 5 دقائق او 3 دقائق شغلته من الاعلى. هون بدهن الوجه صفار بيضه او بيضه كامله مع ملعقه من الحليب السائل او ملعقه من الخل. بدهن وجه هون، وهلا راح رش على الوجه شوي من السمسم وحبه البركه الحبه السوداء. بياخذوا وقت من 3 ساعة ل 25 دقيقة بالفرن مو أكتر. وفيكن تشغلوا الفرن من الأسفل ومن الأعلى سوا، هيك يعني كمان بيستوى يعني الوجه الأعلى والأسفل سوا. أنا شغلته من الأسفل وبعدين من الأعلى، شايفين ما أحلى هون؟ بياخذوا العقل، طراوة هاي العجينة وهاي الخبزات بتاخذ العقل عن جد، طعمتهم بتجنن، شوفوهم من جوا ولونهم بياخذ العقل. فيكن الحشوة تستخدموا اللي بدكم اياه، جبنة مع بقدونس، لحمة دجاج، لحمة غنم مثل ما شفتوا، خضرة. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الوصفة، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.